لن تتخلى الدولة اللبنانية من خلال خلية الأزمة عن متابعة قضية العسكريين المخطوفين 9 لدى تنظيم داعش، هذا ما أكده وزير الصحة وائل أبو فاعور خلال استقباله وفدا من أهالي العسكريين في وزارة الصحة. في إمكانية عبر بعض القنوات المحلية وبعض المتطوعين اللي هن عم يحاولوا يقدموا مساهماتهم ويعرضوا نتيجة تحسسهم لمعاناة الأهالي، يعرضوا إن هن يساعدوا بالأمر. بأمل بأنه الاجتماع المزمع عقده لخلية الأزمة يحط خريطة الطريق كيف تتعامل الدولة اللبنانية، وهذا اللي رح يحصل بالاجتماع اللي دعا له دولة الرئيس تمام سلام، وضع خريطة الطريق لكيفية التعامل مع قضية المختطفين لدى تنظيم داعش للوصول إلى نفس النتيجة اللي وصلنا لها بالمختطفين مع النصرة. شهدنا اليوم طبعا أصعب لأنه التنظيم مختلف، ولكن كمان نحن عم ننطلق من أنه مبدأ المقايضة السياسية أقر، مبدأ التبادل أقر. نحن كأهالي عسكريين مخطوفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية بنرفض تسمية أي اسم عسكري منشأ، بنرفض نقول إنه أي عسكري منشأ طالما إنه ما في أي معطيات. لا تحرقوا الأهالي أكثر منهم محروقين، في أميات صار لها سنة وأربع شهور مشلوحة على الطرقات، مش عارفة مصير ولادها شي. يطلع حدا بالإعلام يحكي ويقول إنه عسكري منشأ ويسمي اسم عسكري، هيدا الشيء ما بينقبل أبدا أبدا، ولانه مطروح يكون موجود أبدا. الأهالي الذين أكدوا أنهم سوف يصعدون في حال لمسوا أي تلكؤ بمتابعة ملف أبنائهم دعوا إلى الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه مع جبهة النصرة كي لا ينعكس أي تهرب سلبا على أي مفاوضات مع داعش، مجددين مطالبتهم الوسائل الإعلامية باتباع مبدأ الشفافية في بث الأخبار المتعلقة بالقضية رحمة بالأمهات والأهالي. وفي نادي الصحافة عقدت لجنة من أهالي شهداء المؤسسات العسكرية والأمنية الذين قضوا في عرسال مؤتمرا صحفيا تحت عنوان حتى لا تضيع دماء، وتحدث باسم الأهالي العميد المتقاعد محمود طبيخ والد الشهيد النقيب المغوار أحمد طبيخ، داعيا إلى زيادة تسليح الجيش وتكريم الشهداء ولو بتحديد يوم وطني لهم.